بالمثابرة تتحقق الأحلام، هذه ليست مقولة مثالية عابرة، هذه حقيقة تقولها لنا سير الناجحين دائما، حتى ضيفنا يخبرنا بها وإن كان يوصلها بالرسم وليس بالقول. فالرسم هو قوته الخاصة وأداته التي يجيد استخدامها، وهو ما يجعل الناس تقترب منه وأحيانا تخافه. في عيد الأضحى هذيك أول صدمة، كان في خدمة في صحيفة الجزيرة، كانت سباقة في هذه الخدمة، أنه في رمز تحت الرسم، تحت كل عمل صحفي سواء مقال خبر أو تستطيع مراسلة الرسام على هذا الرمز، في رقم بعدين تدخل الرمز هذا توصل رسالة، بحيث أنه ما يحطوا الرقم الشخصي لكن يحطوا رمز معين ترسل. رسمت في عيد الأضحى أنه خروفين شايلتهم سيارة ورايحين المصرف، فواحد مكتئب والثاني مبسوط يقول من العايدين، خروف الثاني يعني يقول من جدك يعني من العايدين، هنا رايحين مصرخ ما عاد في عايدين، على أساس أنه مجرد سخرية بسيطة أو نكتة، فشتمت عليها كثير يعني، كانت صدمة بالنسبة لي أنه الناس زعلوا مرة أنه أنت تستهزئ شعيرة وأنت تسيء للإسلام وأنت، وصار في تهديدات وصار الموضوع كبر مرة، أنه أنا أبداً ما خطر في بالي أني أسيء لأحد يعني نهائياً. كانت هذيك يمكن أكثر رسم باقي تذكرنا حصل عليها مشاكل.